إذن مشاهدينا الكرام، معنا على الهاتف الأستاذ علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. تحية لك دكتور علي، وأهلا بك على شاشة التلفزيون المصري. أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين الكرام. دكتور علي، يعني هذا الحدث الكبير المهم الذي نتابعه يجب أن يفهمه المواطن المصري البسيط، يجب أن يفهم ما أهميته، ما الهدف منه، ما رسالته. وبالتالي خليني أبدأ مع حضرتك بالمصطلح الذي نحتفي به اليوم، وهو التنمية البشرية. ما معنى تنمية بشرية؟ وبالتالي ما معنى أن مصر تصدر تقرير التنمية البشرية بعد 10 سنوات من عدم إصداره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ملف التنمية البشرية واحد من أهم الملفات اللي الدولة بتتحرك عليها خلال الفترة الماضية، وإزاي إن من حق المواطن المصري من جانب والمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي أن يدرك تماما ويكون لديه كافة التفاصيل والبيانات والمعلومات الدقيقة والصحيحة عن الجهود اللي بتبذلها الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، من حيث مبادرات، من حيث خطوات مرتبطة بالاستثمار في رأس المال البشري، ازاي ان احنا نقدر نخلق قيمة مضافة حقيقية من المورد البشري المتوفر لدينا. الامور ديت يمكن كان لفترات كبيرة ما كانش بيبقى موجود لدينا تقرير يقدر ان هو يوضح لنا كافة البيانات والمعلومات بالشكل الدقيق بالشكل الصحيح. فكرة ان انا يبقى عندي تقرير موثق، تقرير فيه بيانات صحيحة ودقيقة، بيرد على كثير من الاشاعات والمعلومات المغلوطة والارقام الغير صحيحة، بيقدر ان هو يرصد كافة الجهود اللي الدولة بذلتها، بيقدر ان هو يقيس حجم التحسن بالنسبة لمستوى معيشة المواطنين والجهود الخاصة بمستويات التعليم والصحة والتي تؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين وعلى رفع من كفاءتهم، وازاي ان يقدروا ان هم يبقوا قيمة مضافة لسوق العمل. فبالتالي فكرة ان احنا نقدر نوصل لهذا التقرير ونقدر ان احنا نوصل في كافة الجهود هو امر مهم جدا للشأن الداخلي وللشأن الخارجي، لان كمان المؤسسات الدولية بمتابعتها لهذا التقرير بتقدر ان هي كمان تتعاون بشكل كبير مع الدولة المصرية لاستمرار جهود التنمية بشكل عام، وبالأخص أيضا الجزء المرتبط بالتنمية البشرية. تظل التنمية البشرية هي في المقام الأول، لأن في الأول وفي الآخر الدولة والحكومة وكل الجهود اللي بتبذلها هو الغرض الرئيسي منه تحسين مستوى معيشة المواطنين والقضاء على العديد من التحديات اللي بيواجهها المواطن، وفي ظل كمان تداعيات جائحة كورونا اللي أثرت بالسلب على مستوى معيشة عديد من المواطنين، مش هنقول في مصر بس ولكن على مستوى العالم ككل. بالتالي لابد من وضع توصيف للجهود اللي تم بذلها والعمل على استعراض للتحديات والافاق المستقبليه، بحيث ان احنا كمان يمكن في ظل وضع مصر لرؤيه 2030 اللي بتخطو فيها خطوات ايجابيه وخطوات كافه اتجاه تحقيقها، ده من المهم جدا ان احنا كنا نتحرك على تقرير بهذا الشأن بالتعاون طبعا مع الأمم المتحدة. طيب حضرتك لمست نقطة مهمة، فكرة التعاون مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما دلالة ذلك؟ يعني عندما تقوم مصر بتنفيذ هذا التقرير بدعم من هذا البرنامج الأممي، ما دلالة ذلك دكتور علي؟ رقم واحد طبعا هي ثقة من المؤسسات الدولية في الدولة المصرية وفي قيادتها وفي الخطوات اللي احنا قمنا بها خلال الفترة الماضية، لان احنا هنا هو مش بنتحدث فقط عن مرجع للدولة المصرية، ولكن هو مرجع لعديد من الدول النامية والدول الناشئة التي تسعى لتحقيق مستويات احسن في مستوى معيشة مواطنيها وتحقيق مستويات اقتصادية افضل، وبالتالي هي ثقة كبيرة جدا من جانب الأمم المتحدة في الخطوات اللي الدولة بتقوم بيها، وفي نفس الوقت هو سبيل لتحقيق هذه الخطوات التنموية بشكل أسرع، لأن التعاون مع الأمم المتحدة وتقديم المساعدات بالشكل المطلوب
بيصرع بشكل واضح جدا من هذه الجهود، وكمان بيأكد للعالم كله ازاي ان مصر عندها من الإرادة تخليها ان هي تاخذ خطوات إيجابية وخطوات جادة اتجاه تحقيق أهدافها ورؤيتها. نعم، خليني أركز معاك كمان على عنوان هذا التقرير، التنمية حق للجميع، مصر المسيرة والمسار. ما الذي يرصده لي هذا العنوان؟ عنوان مهم جدا، لأنه هو بيشمل تحته عديد من النقاط الفرعية، سواء جزء منها مرتبط ببرامج الدولة ابتدت تتحرك عليها لفعلا ان جهود التنميه تصل لكل مواطن في مصر، سواء عن طريق برامج زي تكافل وكرامه، بادره حياه كريمه، السعي لوصول جهود التنميه للريف المصري، محافظات الصعيد، محافظات سيناء، دي كلها كانت بتدي رسائل ايجابيه ورسائل مهمه جدا على ان الدوله عندها من الاصرار انها تصل بجهود التنميه لكل المواطنين في كافة المحافظات، وبالأخص كمان يمكن المحافظات اللي كانت بتعاني من تهميش لسنوات طويلة جدا ولا عقود كثيرة، إزاي إن الدولة بتبتدي تتحرك كمان بخطوات سريعة جدا لتحقيق هذه الجهود التنموية، وإزاي إن هي بتستهدف علاج لكافة التحديات. ويمكن كمان مش بنتحدث بس عن المشاكل اللي كانت مرتبطه بجهود التنميه في الصعيد ومحافظات سيناء وريف مصر، ولكن ايضا كان لدينا مشكله في العاصمه مرتبطه بمشكله العشوائيات. نعم. ازاي يتم استبدالها بمناطق اكثر تحضرا، مناطق تليق بكرامه المواطن المصري، السعي لتقديم كافه الخدمات، سواء بنتحدث على خدمات المرتبطه بالبنيه التحتيه او حتى الخدمات المرتبطه بالتنميه البشريه، انها تصل بالشكل اللائق لكافه المواطنين، ازاي ان احنا نقلل من تكاليف المعيشه وان احنا نستمر في عديد من الجهود علشان نقدر فعلا ان احنا نصل لهذا العنوان، نصل ان فعلا التنميه تلمس حياه كل مواطن، ويبتدي كل مواطن في مصر يشعر فعلا ان الدوله بتسعى جاهده لتحسين مستوى معيشته. طيب، منذ يومين دكتور علي مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعني احتفلنا بهذا الحدث طبعا المهم في أجندته وفي طموحه وأهدافه حتى المستقبلية. هنا علاقة ما يحدث اليوم وإطلاق هذا التقرير، تقرير التنمية البشرية، بما حدث فيما سبق بإطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بمعنى هل المواطن يفهم هنا أن هما مكملان لبعضهما البعض، أم أن كل واحد فيهما يعمل في مسار مختلف؟ كلاهما مكملين لبعض. المواطن المصري يستحق أن يحصل على حقوقه بشكل كامل، ويستحق أن يكون في مستوى معيشة أفضل، وبالتالي هما خطوتين في غاية الأهمية، مكملين لبعض بشكل كبير جدا. وخلينا نقول برضو يمكن بالنسبة للجزء الخاص في حقوق الإنسان على وجه التحديد، احنا يمكن للأسف الشديد يمكن على مدار 10 سنوات سابقة كنا بنشوف للأسف كثير من الإشاعات والاتهامات الفاصلة اتجاه هذا الملف على وجه التحديد، وازاي ان هو كان ملف شائك، لكن الدولة بتأكيدها لحقوق الإنسان وتأكيدها لهذا الأمر في ظل استراتيجية واضحة بتلزم نفسها بيها أمام العالم قبل حتى أن يكون أمام المواطن المصري، وبالتالي ده جزء مهم جدا بتستكمله بخطوة أساسية مرتبطة بالتنمية البشرية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم الأفضل ليهم والسعي لتحقيق جهود التنمية. فبالتالي احنا بنتحدث عن صورة متكاملة من كافة أركانها، من كافة الجوانب، سواء الجزء المرتبط بحقوق المواطن والجزء الآخر المرتبط بما يستحقه المواطن من حياة كريمة. طيب عظيم، هرجع مع حضرتك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ماذا يرى في وضع التنمية البشرية في مصر؟ وضع التنمية البشرية طبعا هو وضع يعتبر جيد جدا في ظل عديد من المبادرات اللي الدولة ابتدت تتحرك عليها، تعاون
مع المجتمع المدني. كان عندنا مشكلة لفترات طويلة مرتبطة بعدم التنسيق الواضح ما بين كافة المؤسسات الدولية وما بين مسؤولية مجتمعية لرجال الأعمال والمجتمع المدني والجهود الحكومية. ابتدينا نلاحظ خلال الفترة الماضية أن بدأ يبقى في تنسيق ما بين كافة هذه الجهود، بحيث أن فعلا يبقى في قيادة أو توجيه من جانب الدولة بشكل كبير لهذه الجهود، بحيث أن احنا نقدر نحصل على نتائج بشكل أسرع وتكون نتائج ملموسة. وبالتالي عملية التنسيق ما بين جزء مرتبط بالمجتمع المدني بمؤسساته واللي الدولة أكدت على أهميته ومشاركته في ملف التنمية بشكل عام وبالأخص بالنسبة للتنمية البشرية، جزء آخر مرتبط بالمسؤولية المجتمعية لرجال الأعمال والقطاع الخاص بجانب المبادرات الرئاسية المهمة اللي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية وعلى رأسهم طبعا حياة كريمة، برامج قدمتها الحكومة أبرزها طبعا تكافل وكرامة وغيرها من البرامج الأخرى مرتبطة بتحسين سوق العمل ومرتبطة بتقديم فرص استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات. وبالتالي أصبح الآن الأمر الخاص بالتنمية البشرية هو مرتبط بتنسيق كافة الجهود من جانب كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بجانب مشاركة المؤسسات الدولية اللي ابتدينا نشوف ان هي فعلا ابتدت تتعاون خلال الفترة الماضية بشكل اكبر بكتير مما كان عليه خلال فترات سابقة. اصبح لغة الحوار ما بين الدولة المصرية وما بين المؤسسات الدولية، وطبعا شايفين الأمم المتحدة يمكن من ابرز هذه المؤسسات اللي ابتدت ان هي تتعاون بشكل واضح في الخطوات التنموية اللي الدولة بتقوم فيها. صحيح، وأصبح هناك يعني عامل الثقة موجود وعامل شفافية كمان يعني موجود بين مصر وبين هذه المؤسسات الدولية الكبرى في الحقيقة، وكمان المواطن بيشعر بهذه المصداقية وبهذه الشفافية عندما يجد أن نفس الأرقام المعلن عنها محليا هي نفس الأرقام اللي بيرصدها المنظمات الدولية. أعتقد أنه هذه الثقة يعني أصبحت رئيسية في التعامل بين مصر وهذه المنظمات الدولية. وخلينا نأكد على جزئية مهمة جدا أن التحرك دوت من جانب الدولة، بمعنى أن المؤسسات الدولية دي لم تجبر الدولة على شيء، ده الدولة هي اللي بتطلق هذه التقارير، الدولة هي اللي بتبتدي تتحرك على تقديم الافضل لمواطنيها. وبالتالي دوت اللي ابتدت تلمسه بقوه المؤسسات الدوليه بتحاول ان هي تتعاون في ثقه متبادله. خطوات احنا قمنا بيها سواء على مستوى اصلاح اقتصادي او على مستوى اصلاح اجتماعي، وبالتالي دوت اللي ابتدى يخلي كتير من المؤسسات الدوليه فعلا ان هي تتعاون مع الدولة المصرية، بحيث ان احنا نخرج بمجموعة من التجارب الناجحة سواء على المستوى الاقتصادي او على المستوى الاجتماعي يتم تكرارها في عديد من الدول الاخرى الراغبة في تحقيق نفس هذا النجاح. الدولة بالتحديات كبيرة جدا اللي هي كانت بتواجهها خلال الفترة الماضية ان هي تستطيع لتحقيق نجاحات سواء على مستوى التجربة الاقتصادية او على مستوى الشأن الاجتماعي، هي تجربة اصبحت تجربة ناجحة بيتم الاعتماد عليها في عديد من الدول الأخرى. صحيح. التي ترغب في نفس تحقيق هذه التجارب الناجحة والتحقيق الأفضل لشعوبها. صحيح دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك الكريمة معنا.